السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ماد زينر. اليوم باش نناقشوا أهم جهاز نستعملوه كفنيين في صيانة المعدات الإلكترونية، وهي المكواة، الفيرا سودور كما قاعدين تشوفوا. الفير هذه في الحقيقة هي تركب في ستاسيون، تركب في ستاسيون ونجمو نتحكمو في درجة الحرارة. والفرق بين الفيرا سودور هذه والمكوات العادية هي اختيار درجة الحرارة المناسبة، لأن كل قطعة إلكترونية وعندها درجة حرارة متاحة. في الحقيقة أنا ستاسيون اللي عندي تعطلت، لم تعد صالحة، لكن المكوات قعدت صالحة. به أول حاجة لازم نفهمو المكوات هذه كيفاش طريقة العمل متاعها وكيف نستطيع استغلالها بدون استاسيون. نبدأ على بركة الله. بالنسبة للمكوات، يوجد في الداخل ريزيستانس، مقاومة، المقاومة هذه يوجد فيها أربع أسلاك به. الأربع سلك هذوما سلكين لل ريزيستانس شوفون، ريزيستانس المقاومة الحرارية، الهيتينغ ريزيستانس، والسلكين الآخرين للسنسور أو الكابتور. هو الكابتور في الحقيقة أيضا ريزيستانس، لكنه ريزيستانس تيرميك، ريزيستانس تتغير المقاومة متاعو على حسب الحرارة. به باش نشوفو مع بعض. هذا هما الأربع سلاك. وبالنسبة للسلك الأبيض هو أرضي متصل مع معدن المكويات حتى يمتص، إذا فما صدمة كهربائية يمتصها مع السلك الأبيض ويمشي مع الأرضي بتاع المنزل. به نختبر باش نعرفوا ان هما زوز اسلاك نتاع السنسر وريزيست، وزوز اسلاك نتاع الهيتينغ ريزيستانس الريزيستانس شوفون. ب نجيبو ملتيمتر نحطه على وضع المقاومة اوم. ناخذ السلك الأحمر، وقول قال كيش عرفتهم أنا بالتجربة مش بتعرفهم، على خاطر باش تلقى مقاومة عالية ومقاومة منخفضة. المقاومة العالية هي مقاومة السنسر، والمقاومة المنخفضة هي مقاومة
الريزيستانس شوفون او الهيتنج ريزيستنت به، جربوا احمر وازرق ما اعطانا شيء، احمر واخضر لا به، احمر واسود، احمر واسود اعطانا مقاوم، اعطانا مقاومة 51 اوم، هيك على 200 اوم، 51 اوم، 51 اوم، يعني الأحمر والأسود هو السنسر، الأزرق والأخضر نسبيا 4 أوم، 4 أوم هي مقاومة الريزيستانس شوفون ب، يعني الأخضر والأزرق إذا سلطنا تيار كهربائي ب، التيار الكهربائي هي حسب المكوات هذه تعمل ب24 فولت، 24 فولت، 50 واط ب، سلطنا عليه تيار كهربائي 24 فولت أو حتى 20 فولت، الريزيستانس المقاومة الداخلية باش تسخن وتأدينا الوظيفة، لكنها باش تكون كأي مكواة عادية، إنها ديما سخانة في ازدياد مستمر وما نجموش نتحكموا فيها، به لازمنا نستغلوا الريزيستانس الثاني وهو السنسر. باهي خلينا نختبره شنو يصير مع السنسر، قلنا الأحمر والأسود هو السنسر، باهي أعطانا 51 أوم، باهي كان نحاولو تسخين المكواة اللي هي في حقيقة أمر كي باش نسلطو 24 فولت على الأخضر والأزرق باش تسخن المكوة، نحنا باش نحاول نسخنوها خارجيا باش نختبرو الريزيستانس هل هو يعمل أو لا السنسور. كما قاعدين تشوفوا 51 أوم ارتفعت إلى 52، 53، 54، 55، وما زلت في ازدياد، 55، 56، 58، 59، 60، يعني كل ما تزداد الحرارة السنسر مقاومته تصبح أكبر. الفينومين هذا أو المعطى هذا نستغلوه باش حتى نصنع ستاسيون، حتى نصنع بوكس خاص بينا نتحكم فيه بحرارة المكواة وتصبح مكواة ذكية. كما قاعدين تشوفوا 60 والان ريزيستانس قاعد ينزل، الفالور قاعد ينزل لانها قاعده تبرد به. هذه كله كيفاش نجمو ننفذوه على ارض الواقع؟ انا جبت لكم المخطط هذا،
كما قاعدين نشوفوا فيه. هذا المخطط. المخطط هذا وهو عبارة على مخطط حتى تصبح المكواة إلى مكواة ذكية. نجيو نفسر مع بعضنا المخطط. نبدأ من الأول باور. على فكرة هي المكواة تعمل ب 24 فولت. المكواة هذه فما مكواة تعمل ب 20. قل قائل مش يجيبوا الطيار. الطيار نجمو ناخذ شاحن لابتوب قديم، او تنجم نصنعو معني نصنعو باور وحدنا. باش نصنعوها بلو كومبليكي، فهمتني، وباش تاخو منا وقت. انا نخير انو نجيبو شاحن قديم، فهمتني، علاش لا، ونعملو بيه مشروعنا. كي انا عندي مثلا الشاحن هذا، شاحن لابتوب ديل، نوع ديل، هذا المخرج نتاعو 20 فولت، 3.5 امبير. 20 فولت، 3.5 امبير، هذا الاوت بوت. ب يقول قايل كيفاش باش نعرف الشاحن قداش من امبير اللي يلزمني في المشروع. كيما نشوف المكوى 24 فولت، 50 وات. 24 فولت، 50 وات. به القاعدة شنو تقول؟ هاي احنا كي ناخذو القاعدة متاعنا شنو تقول؟ القاعدة متاعنا تقول اللي الأ اللي الأمبير إيجال تساوي البي على U. البي اللي هي الوات، والU اللي هي الفولت. البي بالوات والU بالفولت. ب البي نحنا نعرفه اللي هي خمسين وات، وعندنا الفولت هو 24 فولت. ب إذا نعمل 50 وات على 24 فولت تساوي حسب التقريب، حسب التقريب 2 امبير. 2 امبير، 2.1، 2 امبير، يعني 2، شاحن 2.5، 2.5 امبير يكفي لتنفيذ هذا المشروع. سهل العملية. الـ A اللي هي بالأمبير تساوي الـ P على الـ U. الـ P عندنا 50 وات، والفولت عندنا 24 فولت، نقسموهم نلقاو 2 أمبير. وين الشاحن اللي عندي؟ 3.5 أمبير، يعني يكفي ويزيد. مرة أخرى نناقشوا، خاطر فما عباد يقولوا أنا حاجتي ب 2 أمبير والشاحن 3.5، يعني لازم يضر لي بمشروعي. لا لا، 3.5 أمبير، 3.5 أمبير هو اللي ينجم، الحد الأقصى اللي ينجم يعطيهولي الشاحن. يعني إذا أنا حاجتي بان أمبير هو قادر، إذا حاجتي بدو أمبير قادر، 2.5 قادر، 3 قادر، 3.5 قادر. ما يزيد على 3.5 الشاحن غير قادر، وبش يسخن وينجم يعطب. مش ينجم، بطبيعة الحال بش يعطب. به ذي مرة أخرى تنطرقوا له الموضوع الامبيراج والوات والفولت. نرجع للمخطط نتاعنا.
هو مخطط سهل بالنسبة للمبتدئين أو ما يعرفوش، شوية تركيز ونحاول نفسره مع بعضنا، والتنفيذ إن شاء الله في فيديو آخر باش ننفذوه مع بعضنا وباش تشوفوا محلاها النتيجة في الآخر وتنفعنا بالقدام. كما قلنا نبدأ من الأول، عندنا الباور اللي هي باش نجيبه شاحن، فهمتني؟ كما قلنا 20 فولت، 24 فولت، 20 فولت تكفينا، فهمتني؟ حتى اللي عنده شاحن 19، خاطر هي شواحن بصفة عامة بتاع اللابتوب 19، مش مشكل حتى 19 فولت تأدي الغرض، المهم يكون الأمبيراج باهي. كما شفنا 19 فولت هو 20، فما مكثف لهنا باش يقوم بالفلترة، 100 ميكرو فارات، 50 فولت، فهمتني؟ به هنا عندنا مقاومة 1.5 كيلو، وعندنا ليه هذه تنجم تنفذها أو تنجم تستغنى عليها في المشروع، اللي هي المقاومة 1.5 باش تحمي لي ليد هذه. وهي الليد هذه عبارة على عندها معناها باش نعملو اون للبوكس نتاعنا او ستاسيون، هي عبارة على تيموا، فهمتني؟ شاهد اللي ستاسيون في وضع الاون. الليد هذه، الليد هذه اذا شاهد باش تعطينا انه ستاسيون في وضع الاون او وضع الاوف. به هي محبذ نقوم بها، واللي يحب يستغنى عليه يستغنى عليه. به نمشي وتوا للمهم او الاهم، عندنا ما تشوفوا ال ام 358، ال ام 358 باش نشرحها. ال ام 358 هي راهي هذه اي سي واحده، مش دو اي سي، اي سي واحد. ال ام 358 اللي هي في حقيقه الامر الاي سي هذه، هاي الاي سي هذي 358 بين اوت. ب كيما شفتو قلت لكم انا اللي هذي هي اي سي واحدة، اهو ال ا والبي، وفما اي سي تلقى فيها مثلا 4 او 6. ب الاي سي هذي شنو هو الدواء؟ الاي سي هذه نجم ونستغلوها في الكثير والكثير من المشاريع، وان شاء الله نهار نعمل درس زاده على الاي سي هذا. نجم نستعملوه ك امبليفيكاتور، ك كومباراتور، مقارنه، يقوم بالمقارنه. ما نطولش عليكم وتو نشرحوا زاد ذلك في موضوع اخر. به كما تشوفوا الا والبي، عندنا المخرج اوتبوت الا، والا عندها مدخلين، الانبوت ا والانبوت ا نو انفرتينغ وانفرتينغ. ونفس الشيء بالنسبه للبي، عند الاوتبوت بي والانفرتينغ بي ونو انفرتينغ بي. ب وفيه ال في سي سي والجي ان دي. هذه هي الاي سي بتاعنا. نرجع للمخطط. المخطط هذه الاي سي ب. المخطط ليش يتكون؟ يتكون شوفوا الاي سي هنا كي حطيناها كي في هذه الوضعيه، مقاومه من المخرج تعود الى المدخل، مع مقاومة في المدخل الثاني. هنا استغليناها واستعملناها ك امبليفيكاتور مضخ، تقول لكم علاش استعملناها كمضخ. وبالنسبة لهنا استعملناها ك كومباراتور، مقارن، يقوم بالمقارنة. ندخلوا تو في صلب الموضوع.
هذا هو السانسير. كما قلنا السانسير متاعنا أول ما حطيناه 50 أوم وفي تزايد، وفي تزايد كل ما انسلطوا عليه السخونة فهمتني يقوم بالتزايد 50. هو في الحقيقة راهو يفوت 100 بعد ما تسخن المكواة جيدا فهمتني، يفوت حتى 100 أوم، يفوت حتى 100 أوم به. هنا اش عملنا؟ حطينا السنسور، وهذا السنسور مربوط مع الجي ان دي، مع الجي ان دي، والطرف الاخر باش يمشي للاي سي بي. هنا شنو هي العملية اللي قمنا بها؟ الفي سي سي هذه اللي هي باش تكون 19 20 فولت، باش تمر على ريزيستانس هذا، ولكن وباش تمر على ريزيستانس هذا وباش تمشي للاي سي. هنا اش عندنا؟ كي باش تمر على ريزيستانس هذه المقاومة، باش تلقى مقاومة ضعيفة لهنا اللي هي مقاومة الصمت الكلها، الحمل الكله باش ينتقل الى الجي ان دي، باش ينتقل الى الجي ان دي. يعني اذا انتقل الحمل كله الى الجي ان دي في المخرج اوتوماتيك، مو هنا ما عندي حتى شيء، هنا ما عندي حتى فولتاج، زيرو في المخرج، زيرو فولت ب. وكل ما يكبر، وعلى فكرة في المدخل هنا بالميلي فولت باش نلقاو، إذا باش نقيسوه باش نقيسو ال باش نقيسو ال التيار هنا باش نلقاو بالميلي فولت، خاطر الريزيستانس 10 كيلو، هذا 10 فهمتني كيلو أوم، ومع ريزيستانس هذا 2.2 كيلو باش نلقاو بالميلي فولت باهي. هنا يعني الحمل الكل باش يتسرب الى السنسر، يعني باش نلقاو ميلي فولت، كيلك ميلي فولت باهي. كي باش نطبقوا السخونة نحن على السنسر، باش يمشي ويزيد، باش يبدا في تصاعد في تصاعد في تصاعد، كل ما يتصاعد كل ما يبدا يعمل في حاجز للفي سي سي مع جي ان دي. شي يصير هنا كي يقوم بحاجز التيار اللي قاعد يتسرب لهنا باش ينقص، كي ينقص التيار اللي يتسرب لهنا التيار اللي هنا باش يرتفع، باش يرتفع باش يرتفع، كل ما يرتفع التيار لهنا اوتوماتيكمون آليا التيار اللي لهنا باش يرتفع. علاش استعملنا امبليفيكاتور؟ خاطر التيار كيما قلت لكم هنا بالميلي فولت، لذلك لازمنا نستعمل امبليفيكاتور حتى التيار يولينا بالفولت لهنا، ما عادش بالميلي فولت به. هنا باش يبدا يتصاعد 1 فولت 2 فولت، فهمتني، 3 فولت، كل مرة يتصاعد، كل ما يكبر المقاومة السنسور، كل ما تكبر مقاومة السنسور التيار لهنا يتصاعد، وآليا باش يقوم الاي سي بتضخيم هذا التيار ويخرج لنا من هنا باهي. هذا هو امبليفيكاتور مضخم. نجيو للجزء الثاني، قلت لكم هنا اللي هو هنا يخدم كومباراتور مقارن. قمنا هنا بوضع بوتنسيومتر او هو ريزيستانس متغير، الناس كل اللي تعرف ريزيستانس متغير، ريزيستانس متغير هذا 100 كيلو
المقاومة بتاعه متغيرة. قلنا هنا مقاومة متغيرة، كل ما نقوم بتحريكها باتجاه معين التيار هنا مش يتبدل، سيتغير التيار. نقول على سبيل المثال حطيتها في وضعية انها هنا تعطيني ان فولت، ان فولت ب وهنا عندي زيرو فولت، هي باش تقوم بالمقارنة. اول شيء اش معناها هنا زيرو فولت؟ هنا زيرو فولت يعني، زيرو فولت هنا يعني انه السنسور مقاومته في اصغر قيمة، يعني انها المكوى، انها المكوات باردة، حرارة المكوات اقل ما يمكن، زيرو فولت. اذا هل الكومباراتور هذا شنو هو باش يقول؟ الكومباراتور هذا باش يلقى انه هنا فما ان فولت وهنا فما زيرو فولت، باش يخرج تيار. هنا التيار اللي باش يخرج لهنا باش يخدم لي الترانزستور اي ار اف 540. الترانزستور هذا اي ار اف 540 كي باش يخدم عبارة انتربتور، عبارة ان كوميتاتور، الاي ار اف 540 عبارة على انتربتور. التيار باش يجي لهنا باش يسكر الاي ار اف 540 ويمر التيار لل ريزيستانس شوفون او الهيتينغ ريزيستانس ب. كي يمر التيار للريزيستانس باش يبدا تتصاعد تدريجيا الحرارة نتاعو، كي تتصاعد الحرارة نتاعو شنو باش يصير؟ كل ما تصاعد الحرارة نتاعو اوتوماتيكمون السنسر الريزيستانس نتاعو باش يتصاعد، المقاومة نتاعو في تصاعد. عندنا تتصاعد المقاومة اوتوماتيكمون يتصاعد الفولتاج التيار الموجود في مخرج الاي سي. به نسميه هذه ا وهذه نسميها بي. به هذه ا، به في مخرج ال ا تصبح 1 فولت. هنا الكومباراتور المقارن شني يشيق باش باش يقول 1 فولت 1 فولت، اذا هنا باش تولي 0 فولت. الزيرو فولت هنا الاي ار اف يصبح في وضعيه اوف، هنا اون، يصبح في وضعيه اوف. هنا ريزيستانس شوفون ولا ما عادش بوضعية الاون، المكوية ترجع حرارتها تنزل تدريجيا، هي تنزل تدريجيا والمقاومة تنزل تدريجيا، كي تنزل المقاومة تدريجيا تتكرر نفس العملية، هنا تصبح زيرو فولت، تقوم الكومبراتور مرة أخرى بالمقارنة. قوم بالمقارنة من زيرو فولت تطلع لهنا، تولي لهنا فما في المخرج فما تيار، التيار هذا باش يخدم الياريف، الياريف تصبح اون. واضح؟ به نزيدو اذا حبينا باش بحرارة اكثر نزيدو في مقاوم. به كي نزيدو في المقاوم هنا مثلا باش تولينا 3 فولت. به 3 فولت هذي باش نخلطو، لازم
تزيد المقاومة أكثر وأكثر وأكثر. كيف تزيد المقاومة أكثر وأكثر لازم حرارة أكثر، يعني تزيد 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 المقاومة حتى يوصل التيار هنا مقارنة مع التيار هذا، فيصبح في وضعية أوف. باهي، يعني كما فهمتوا متسلسل. عندنا هنا امبليفيكاتور وهنا كومباراتور، مضخم ومقارن. المضخم يقوم بتفخيم إشارة السنسر، وهذا المقارن يقوم بالمقارنة بين التيار، هو يتسمى معناها تنسيون دو ريفيرونس، تيار المعيار اللي انا حاطه لهنا، المعيار اللي انا عيرته لهنا، اللي هو نجم ترجموه بعد بديغريداسيون نتاع سخانة. مثلا نقولوا 300 درجة، 400 درجة، 450 درجة. به كما تشوفوا سهل معقد بعض الشيء. حبيت نوريكم ال هي الاي سي، هذه هي الاي سي. الاعلام 358 ان شاء الله باش ننفذوه المشروع هذا، باش ننفذوه مع بعضنا، باش نعمل نقوموا بدارة متكاملة وننفذوه ويخدم على ارض الواقع. به انا عامل المشروع كيفو باش نورجيكم. حقيقة نتيجة رائعة ونخدم بها. به هذا هو البوكس اللي نخدم بيه، فعلا أعطاني نتيجة رائعة جدا. هذه المكوة اللي متصلة بيه. به قوموا بتشغيله، وهذه المقاومة المتغيرة قوموا بتشغيله اون. المكوة قاعدة تزداد حرارتها، حرارتها في تزايد باش توصل لدرجة الحرارة اللي أنا عيرتها. أنا مانيش حاط معيار، يعني معناها ما عملتش معيار باش نعرف به. انطفأت الليت الحمراء، انطفأت، يعني ان المكوى وصلت لدرجة الحرارة اللي انا حاجتي بها. به نزيد في المعيار، يعني باش نزيد في درجة الحرارة، شنو يصير؟ الليد الحمراء اشتعلت مرة أخرى. به كي توصل المكوى لدرجة الحرارة اللي انا نحب عليها، الليل باش تنطفأ مرة أخرى، المكوة في تزايد إلى أن تصل إلى درجة الحرارة المعايرة. انطفأت. نزيد في درجة الحرارة، اشتعلت مرة أخرى، عند وصولها لدرجة انطفأت مرة أخرى. به كي تبرد المكوى باش تشتعل الليد مرة أخرى. هو توا ريزيستونس في وضع اشتعلت مرة أخرى، ريزيستونس هو توا في وضع الأون. به في وضع الأون انطفأت، هنا في وضع الأوف قاعد حرارته في تنازل، في تنازل
والمقاومة اللي قلنا عليها السنسر ايش تاع حقيقة رائعة جدا، تحافظ لي على درجة حرارة المناسبة، وما تسالكش زاد تيار كهربائي، وان شاء الله مع بعضنا باش ننفذوها. وهي يستعملها راهو اي فني، وما قعدوش نشريه في لي بوكس ونشريه في ستاسيون ونستغلوا اصلا المكوى اللي باش تقعد هي صالحة، والبوكس هو اللي باش يعطب. وان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو هذا، وما تنساوش تشتركوا ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.